عليكم ورحمة الله وبركاته في برنامجنا وبرنامجكم نكهة خاصة. بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج نكهة خاصة ليوم السبت، الحلقة المميزة طبعا والمفضلة بالنسبة لنا وبالنسبة لكم. اليوم النهاردة إن شاء الله يوم ظريف خفيف على قلوبكم. النهاردة معانا الدكتورة روعة أخصائية التغذية، مرحب بيك يا دكتورة. مساء الخير عليك شيخ محمد، وبشكرك كتير انك منسيكني زي الشيخ ابراهيم زي ما انا متعودة دايما. بقول لك مساء الخير عليك بجد، ان شاء الله الحلقة هتكون مميزة جدا بوجودك طبعا، وكمان بوجود ضيفتنا اليوم اللي هي هتكون لك خاصة جدا، وهي اصلا في المجتمع لك خاصة جدا ان شاء الله. دكتورة معانا نكهتنا الخاصة النهاردة الدكتورة مريم الصادق المهدي، مرحب بيك يا دكتورة. شرفانا كتير والله النهارده، اتفضلي. الله يخليك، كل سنه طيبين. اهلا بك يا دكتوره، كيف احوالك؟ تسلمي ان شاء الله. كيف احوالك؟ الله يبارك فيك، تسلمي. طبعا بنرحب بحضرتك كتير في برنامج نكهه خاصه، وفعلا النهارده نكهه خاصه بوجود حضرتك معانا، ضيفه عزيزه، ضيفه غاليه، بنكهات مختلفه ومعلومات جديده والابتسامه الحلوه والمعلومات الجميله ان شاء الله معاك. الله يبارك فيك، انا سعيده كتير والله الحمد لله يا شيخ محمد اني معاكم الليله، وبحيي عبركم المشاهدين والمشاهدات ل اس 24 القناه اللي ثبتت، وانتم ما شاء الله بحييكم برضو على البرنامج اللي كل يوم بيتطور وينمو، وما شاء الله يعني ما انه احنا عندنا كده عاده انه الحيه لما تمشي كل ما تمشي بتكون فيها تعود او تكون عاديه، لكن انتم في نكهه خاصه دوما نكهتكم يعني متجدده في الخصوصيه، وانا طبعا سعيده جدا بالدكتوره روعه. اهلا بك يا حبيبه، استسلم ان شاء الله. مرحبا، سعيده اني الليله كنت انه حستقبل ضيفه مهمه كده في المجتمع زيك. الله يبارك فيك، جدا ان انا الليله معك. والله انا اكثر فخرا واكثر سعاده، ودي شهاده طبعا بنعتز بها كلام حضرتك على البرنامج وبرنامج نكهة خاصة. وحبينا نختم بحضرتك العام يبقى يكون ختامه مسك، ختام 2017 ان شاء الله، و2018 تقعد على كل العالم ان شاء الله بالخير والصحه والبركه ان شاء الله. امين يا رب، امين امين. طيب يا دكتوره احنا مشرفانا كتير النهارده، قلنا النهارده نعمل نكهات خاصه كده مع حضرتك. نعم. عاملين مع الاجواء يعني تعتبر بارده شويه، قلنا نعمل الاصناف من السمك، صينيه سمك. تمام. وعملنا سمك هول برده سليم مع بعض مع الخضروات. وهنعمل مع بعض سلطه الخس بس بطريقه حلوه ان شاء الله مع الدجاج والفول السوداني او اللوز، اي حاجه من الاثنين. سمسم هنعمل، والسمسم برده. ايوه. وهنعمل مع بعض عصير الليمون بالنعناع طبعا عشان السمك، وبرده ممكن يرافق معاها سلطه فواكه مع الايس كريم. تمام. ايه رايك في اطباق النهارده؟ والله حلوه شديد وصحيه وخفيفه، وان شاء الله في متناول الجميع ان شاء الله. هنستأذن حضرتك بس نشوف مع بعض اول طبق مع بعض النهارده، هنشوف مع بعض السمك الصياديه ازاي هنعمل الرز وازاي هنعمل السمك، هنشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه.
رجعنا مع بعض مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، وهنبتدي دلوقتي يا دكتوره نعمل مع بعض رز الصياديه. طبعا رز الصياديه دكتوره معروف في العالم في نوعين منه. نعم. نوع بيبقى لونه بني. أيوة. اللي هو محمر بصل زي اللي احنا هنعمله دلوقتي ده. أيوة. نعم. وفي نوع معمول بالصلصه اللي هو لونه احمر شويه. نعم. فالناس عشان برضو ما تختلف عليه، في نوع معمول وممكن تستعملي منه الصوص الصياديه نفسه تحطيه على الرز، برضه اسمه صياديه، بس لون الرز بيختلف على حسب طبعا المذاق، في ناس ما بتحبش طعم البصل فبتحب طعم الصوص الصلصه اكتر فيها. فاحنا النهارده عاملينه طبعا رز بني مع الصياديه لوحده. ايوه تمام. طبعا شيف محمد الصياديه دي يعني عندها تاريخ قديم، ويعني سبحان الله هو مرتبط بالحكم العثماني في الاندلس، عشان كده هو هسي يعني كان في الاصل مشهور كانه هو اكله اسبانيه، لكن في الحقيقة هو أكلة يعني مرتبط بالأندلس وزمن الحكم الأموي يعني هناك، قالوا يعني حتى في اسمه هناك بيقول له بالية، اسم كده بالية، وجاء من الكلمة العربية بقية أو بقايا، لأنه كان الناس لما الموسرين يعني ولا السلاطين وكده الرز مهم، وحتى بيقال إن هم العرب دخلوا الرز في الأندلس وكده. كان البواقي تحت الاكل الناس بالدول الفقراء، فكلها بتتردم مع بعض، بيكون فيها لحم وبيكون فيها سمك يعني، وطبعا ده بيختلف على حسب المنطقه المناطق الساحليه بيكون فيها سمك اكثر، والمناطق الثانيه بتكونها لحوم وكده. فقال واحد من السلاطين يعني جه داخل المطبخ لقى الطباخين يعني بياكلوا في اكله كده، قال لهم بتاكلوا في شنو؟ قال لها دي بقايا، فقام قال لهم انا يعني اذوقها معاكم، فاعجب بها جدا وبقى يطلبها تتعمل. ده يعني يقال انه ده الاساس. المهم في كل الاحوال ان الفكره فيها انه يعني فيها المعنى ده، انه نحن كمسلمين يعني الاكل ما بنرميه لانه نعمه والناس بيستفيدوا منه. ايوه ونعمه العطاء وكده، فهي اكله بعد ذاك طبعا بقت اكله فخمه جدا وكده، مشهوره من اشهر الاكلات العالميه دلوقتي. بالضبط. على فكره في بلاد كتير جدا في اوروبا برضو بيستعملوا نفس الاكله عن طريق السمك. بالضبط. هي فعلا مع كلام حضرتك ان هم طبعا كانوا زمان بيشكلوا السمك او البقايا بتاعت السمك البواقي هم اللي بيعملوها بيها الصياديه دي. بالضبط. يعني بيقطعوا مثلا الراس مع الجزء اللي بيتبقى من اخر السمكه. أيه مثلا البقايا نفسها يعملوا منه اكله اسمها الصياديه. صحيح. فبيحط عليها بقى الصلصه والبصل والثوم والكزبره الخضراء والحاجات دي. انا بالمناسبه اول مره اكلتها في اسكندريه عندكم يعني. طبعا مشهوره جدا في مصر. هناك في اهل زوجي من الشمال وعنده اهله بالذات خالاته يعني مقيمين، هم سودانيين وكده لكن مقيمين في الاسكندريه وولدوا في الاسكندريه وكده، اول مره اكل هناك. واخر مره اكلتها هسي يعني قبل اقل من شهر في مطعم يعني نعمل له دعايه، انا مطعم شايفه رائع في مدينه نصر من اشهر المطاعم اسمه طقطق، فال يعني صياديه قريبه. طبعا دايما احنا دكتوره اول حاجه طبعا بنوجه التحيه لكل حضرتك ذكرتيهم دلوقتي حالا معانا في الحلقه. الله يبارك. تحيه خاصه بيهم من برنامج نكهه خاصه. تسلم. وعاوزين نوصل لهم كمان ان احنا الثقافه العالميه كل يوم في تغيير. صحيح. يعني احنا مثلا هنا مشهورين باكلات معينه في السودان. في نعم. مصر في اكلات معينه، في اوروبا في اكلات، في امريكا في اكلات. التنوع يا جماعه هي الفكره، ان انت ازاي تاخدي القيمه الغذائيه زي ما الدكاتره طبعا بتتكلم معانا دايما في على المنتجات نفسها. نعم. ان احنا ناكل حاجه جسمنا يستفاد منها. بالضبط. ما لازم ان احنا ناكل بس وخلاص، لا. الثقافه العالميه على فكره كل بلد فيها اكلات مفيده جدا للصحه. صحيح. ممكن احنا ما تكونش موجوده عندنا بس موجوده واحنا مش عارفين نوظفها صح. نعم. يعني هي دي الرساله طبعا بتاعه البرنامج اساسا يا دكتوره، ان احنا بنهيئ الحاجه اللي متوفره هنا في البلد ازاي ان كل ست بيت تقدر تستعملها استعمالات اخرى. فكره جميله فعلا طبعا يعني كتر خيركم، ويعني وجود الحبيبه دكتوره روعه ويعني المختصات التغذيه دي بتطفي المعنى ده، وفي الصياديه دي بالذات يعني وجبه متكامله. طبعا. يعني نشويات موجوده، بروتينات موجوده، دهنيات موجوده، فيتامينات، الياف، يعني في حاجات يعني كثيره جدا موجوده فيها، وبالاضافه للتوابل المختلفه يعني الذكرت هسي، فدي كل وحده فيها عندها قيمه. يعني هسي لو نتكلم عنها وحده وحده يعني بنلقى في اي وحده عندها خصائص براعه، عندها الفوائد بتاعتها، الفوائد حقتها براعه، حتى الفيتامينز الحاجات اللي هي بتكون موجوده في اي طبق مختلف عن الثاني. حتى الفئات يعني بنوضح للناس ذاته، انت من الفئه الفلانيه انت مفترض تاخذ كثير من كده، تقلل من كده، مفترض يكون عندك احتدار في تناول الحاجه الفلانيه. صحيح. لازم اي زول يكون عارف هل هو ممكن يتناول شنو ما يتناول شنو، لانه احنا كده بنعالج روحنا بروحنا وذاته، اذا احنا بناخذ دواء بنساعد ان الدواء بتاعنا يشتغل يعني بفعاليه اكبر.
بعدين حتى في الفود بتاعنا في الاكل بتاعنا الطبيعي ده بنلقى انه في مكونات بتتعارض مع الدواء او بتوقف شغل الدواء. صحيح. احنا برضه مفترض نكون على علم بالحاجه دي. اذا احنا بنتناول الدواء الفلاني ما مفترض ناخذ الوجبه دي معاهم، حتى لو يعني في امراض بتكون مشاكلها كبيره مثلا. صحيح. من عندك الجلطه عندنا حاجات مفترض ما نتناولها معاها. نعم. لانها بتاثر تاثير سلبي. اهم حاجه يا دكتوره والحقيقه كان نتكلم عنها طيلة الوقت شيف محمد، في السودان ده ما نوفيه حقها السكري. أيوة فعلا. يعني السكري ده، والسكري ده يكاد يكون بصورة يعني أكثر من 70% التحكم فيه بندخله بدماغنا. أيوة فعلا. وهو مرض بيعبر بصورة كبيرة جدا جدا عن فشلنا في إننا نستخدم جسمنا بصورة صحيحة مع التغذية. ولو تلاحظي الصداقة طبعا يا دكتور. أيوة السكر بالذات يعني. هي عارف الصداقة بتاعته في شنو؟ هو واحدة من الأمراض اللي زادت في الخمسين سنة الأخيرة، لأنه حصل علينا حاجة زي ما تفضلت في عولمة. العولمة دي زي ما خلتنا مثقفين وبنعرف ثقافات بعض وكده عملت لنا مشاكل، لأنه خلتنا ما بنستعمل جسمنا كثير. صح. بنركب عربات بالتالي. أيوة. بقى الجسم الحركة اللي الله خلقها له بقى ما بيتحركها. صح. بقى الأكل اللي زمانك بناكله بطبيعية ويفيدنا وبيغذينا هسه بقى زي السم. يعني أنا زمانك عم بدر الله يرحمه ويحسن إليه، عم بدر ده يعني الشيف بتاع الإمام عبد الرحمن وعمي ومعلمي وكبيري، وأنا كتبت قصة حياته بالمناسبة. لكن يعني عم بدر يقول لي أنتوا هسه بتقولوا لي كلام فارغ يا دكتور، أنا كنت بكون بتكلم معه لما بقرأ طب وكده، يقول لي ده كلام ما معقول كيف نصدق الكلام ده. أنا والله العظيم زمانك الكورية بتحت السمن كع 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 كده أشربها تعمل هسه بيقول لنا السمن بيعمل شنو والسمن بيعمل شنو. كلامه هو صحيح والكلام اللي بنقوله احنا هسه صحيح، لانه زمان هم بيشربوا السمن ده كعكع كعكع لكن بيستعملوا جسمه وبيمشوا. ايوه عندهم اكتيفيتي كثيره. ايوه لكن هسه العدم حركه الجسم ده، عشان كده هسه بيقولوا لك في المقام الاول بالنسبه للسكري لو تتمشى مع الاكل المتوازن ممكن تماما تستغنى. أيوة. بتاثر نص ساعه كبير. هي أيوة. هي نص ساعه تكاد تكون تغنيك عن الادويه يعني. صح. إيه طبعا تكون عملت تاثيرات في حياه ثانيه بتاخد لها. ما بيحرم نفسه في نفس الوقت ان هو ياكل كل حاجه. لا لا لا. بس برضه لازم تعوضها بمقدار. بالرياضه. ايوه بمقدار. وبعدين الرياضه تحريك الجسم ده مساله ال- 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 الرياضه دي مساله حقيقيه يعني بتخلي الاكل يبقى اكل يبقى حاجه مفيده. صح. وزي ما انت تفضلت الناس تاكل عشان تعيش مش تعيش عشان تاكل. صح. يعني فبالتالي الاكل بيبقى يعني بيبقى النعمه ان احنا يعني تكلم لنا الله عنا في القران انزل لنا من الطيبات ومن البقول ومن غيره ومن غيره. هسه يعني احنا حولناه باننا نعمه الله جسمنا بقينا ما بنستعمله، حولنا الاكل تقريبا لنقمه يعني. صح. هو طبعا احنا دايما دكتوره بنوجه لهم الرساله ان الحاجه دي ايمن مثلا انا بعمل نوع حلو معين. تمام. دكتوره بتتكلم عن الامراض الفلانيه ما تاكلش الحاجه ديت او ممكن تعوضها بكده كده فيها شيف مثلا حاجه بديله، ممكن اقول لها دكتوره في حاجه بديله كده. الدكتوره طبعا بتنصح دايما ان الحاجه دي بتنفع مع المريض ده او ما تنفعش. هي رساله احنا بنأديها لكن المهم للسماع ان الناس تنفذ الحاجه دي. صح. صحيح. هي احنا بنحاول دايما دكتوره مش الموضوع برنامج فعلا اكل على المرء يعني يسعى وليس عليه ادراك المنى يعني. كتر خيركم والله ما مقصرين. وانا شايفه انها ما شاء الله وجبه متكامله في كل عناصرها ووجبة يعني فيها كلها في متناول الناس كلهم. أيوة. يعني هسي زي ما تفضل هسي أساسا فكرة الصيادية دي تكون ممكن تكون من البقايا. هي فعلا من البقايا. أيوة فعلا, فعلاً يعني. كانوا الصيادين زمان جميلة. طبعا هم اللي بيعملوها. أيوة. لما بيرجعوا من المركب بيبيعوا السمك. أيوة. فبيبقى معاهم الاسماك الصغيره والحاجات البواقي بتاعت السمك. أيوة. أيوة. فهم طبعا بيبقوا راجعين طبعا من البحر. البحر بيجوع والميه عموما بتجوع يعني لما بيكونوا بيصطادوا كده. معلوم انا مدربه السباحه كما تعلم. فدايما الاكل اللي بيبقى باقي او الحاجات اللي هي باقيه معاهم بيحاولوا يعملوها الاكله اللي هي الطبخه بتاعتها، فعشان كده سموها الصياديه لان الناس دي الصيادين هم اللي بيجيبوها وبعد كده بيبيعوها. فبقت خلاص صنف مؤكد في دايما دي في دي صلصه. دي صلصه. أنا سمعت لك معلومة جميلة وحقيقة أول مرة كان أسمعها في واحدة من الحلقات اللي حضرتك يعني عملتها. قلت لما نعمل صلصة نعمل معاه سكر. آه سكر. عشان ما تعمل حيرقان. عموما يا دكتورة أي صنف أنت بتحطي فيه طماطم. أيوة. أو في ناس طبعا بعض الأكلات معينة ما بتنفعش معاهم بتعمل لهم حرقان على طول بعد الأكل مباشرة. أيوة. فدايما انا بقول لهم بالذات مع الصلصه او الطماطم تحطي معلقه سكر. هي ما بتاثر في طعم الاكل. أيوة. لكن بتحميك من الحرقان. يمكن تظهر بتظهر فعلا. آه. السكر حبه بيدي الاكل نكهه ولمعه يعني كمان. أيوة. بيحافظ على لمعه الاكله كمان. انا اسالك سؤال شيف محمد، انت غايت يمكن ما تكون سمعت به، ولكن لانه في الفكره دي ملاح الويكاب سمعت به؟ اه طبعا.
والله طبعا كمان والله ما سهل احنا عملنا على فكره كل الاكلات السودانيه هنا بالله؟ وبنحاول دايما كل فتره بندخل اكلات سودانيه عشان الناس برضو تفضل موجوده لان الشباب الصغيرين طبعا لازم يعرفوا المعلومات دي يعني ملاح الويكاب ده بنحبه حب شديد جدا وده اللي انا متخصصه فيه يعني وامي الله يرحمها محسن الله كانت بتحبه جدا واولادي هسه بيحبوه جدا جدا والحاجه الثانيه تكون طيب ها طيب اكلت الكول لا الكول ما اكلت ها؟ لا أكل ما أكلت أنت يا دكتورة ما أكلت أنا ما أكلته لكن قريت عنه قريت عنه ما أكلته لا لازم تأكل لكن الويكاب أيوة بعرفه الكول دي جديد بالمناسبة يعني أنا يعني سعيدة في بعض من مؤسساتنا الغذائية السودانية بدأت تهتم بأكلاتنا السودانية وتشهر عنا نحن يمكن هو طبعا أكثر مشهور في غرب السودان وكده في دارفور هو قضيته شوية يعني بسيطة يعني في الريحة بتاعته شوية بسيطة يعني عنده شوية مشكلة لكن لو عرفتي فوائده وطعمه الريحة دي القصة دي بتتنزوي نمرة واحد نمرة اثنين تعرف كيف تغسل الريحة الريحة ما بغسلها بالصابون كان غسلتها بالصابون بيكمل اللوح بتاع الصابون والقصة في محلها صح صح هم طبعا ما الزيت لا بالتراب بالطين هاي. عشان يشيل الريحة يشيل الريحة حتى بعد ذلك ممكن تغسل يدك لمزيد من الريحة سبحان الله كل مكان يعني على حسب الطبيعة اللي فيه بيكتشفوا أيوة. الحاجة مع انها مش محتاجة علم بس شوفي سبحان الله يعني ساب الصابون اللي هو فيه الروائح والحاجات الكيميائية كلها وبقى يستعمل الطين العادي أيوة. لأنه وطبعا في محلات كثيرة طين البحر بيغسلوا به يعني لكن الكول هو نوع من النباتات اللي بتنمو في زمن الخريف بتنمو بصورة وايلد يعني بصورة شنو ما بنزرع زراعة يعني القضية فيه هو كلها إنه يعرف متين وقت قطافه يعني لكن لون الورق بتاعه شدة ما جميل الشجر بتاع الكول ده عجيب ما شاء الله بيقطفوه بشكل في زمن محدد يعني ما ولا أول يكون يا دوب بتنمو الورقة ولا في النهاية في زمن محدد وبعد ذاك ما شاء الله في سيدات يعني يضرب لهم أكباد الإبل هم اللي بيعرفوا يخمروه لأنه بيخمروه بشكل محدد ويخد فيه تحت الواطة لزمن وبعد ذاك يعني بينشفوه بالشمس بيبقى يعني موجود يعني زي كأن مكعبات قوية بعد ذاك بيدقوه ولما تيجي تستعمله بتطحنه يعني وبتستعمله كطعام للأكل يعني بودرة بتضيفها لأي شكل أكل طبعا بيدي الأكل يعني طعم عجيب وفي نفس الوقت قيمة غذائية رائعة وطبعا في إيمان مطلق بأنه هو علاج أو بيأكلوا الناس لما يكون عندهم يرقان ده صورة كبيرة بيساعد في علاج اليرقان طبعا اليرقان كما تعلم هي فايرال انفكشن يعني التهاب فيروسي ما أيوة. لكن بيساعد جدا الجسم لأنه بيديه فيتامينات وكده وفي نفس الوقت طبعا الزمن ذاك بتكون عايز تريح الكبد بالتالي ما بتديك دهون أو كده أيوة عشان ما تتعصب بالذات المرارة وكده فالكول مفيد جدا جدا في اللحظات دي تمام سبحان الله انت قلت انه بدي فيتامينز بدي بيساعد الجسم في حاله اليرقان رغم انه هو اصلا النبته تنشفت وتخملت يعني هي مفترض تكون فقدت كميات كبيره من لا لكن هو القيمه بتاعتها ده لو ما هو بيتعامل بطريقه محدده انت عارفه شفتي بيدخلوه في البرمه تحت الواطه ايوه بيتخمر بشكل محدد بعد ذاك لما ينشفوه مجموعات كده بعد ما هو اساسا اكتسب يعني خواص مختلفه ايوه فبالتالي ما بتكون اصلا بعد التخمير اكيد خواصه كلها حتكون اتقلبت يعني عكس ايوه نعم التعادية. نعم فالتنشيف بتاعه ذاته عنده طريقه محدده يعني هم ما شاء الله صنعته دي صنعه دقيقه جدا وبيعرفوها سيدات محددات أيوة. وما اي زول بيقدر ايميديت يدعي انه هو عارف للكول لانه برضه ممكن يكون مؤذي جدا لو ما اتعمل بالطريقه الصحيحه غير ما انه طعمه ما بكون كويس ممكن يكون مؤذي تمام شكرا لك على المعلومه دي جميله جدا عن الكول جميلة والله الله يبارك فيك يا حبيبي فادتنا كتير طبعا وعرفنا طبعا ملاح الوكاب النهارده معلومات بالطريقه الصحيحه كمان ان ازاي بيتعمل اساسا فيه شويه السكر ده بالمناسبه ان شاء الله نحاول الحلقه نعمله لحضرتك برضه ان شاء الله زي ما حاجات كثيره زي ما حضرتك بتعمل وبتعرف يعني في الحاجات السكر بتحط لها شويه ملح عشان طعمها ترفع شويه الطعم صح يظهر يعني في الكيكس وكده أيوة. لازم يكون في شويه ملح عشان حتى الحلويه بتاعت وبتعمل عرق كمان يا دكتوره بالذات في العجائن بتخلي فيه عرق معاك مطاطي في العجين ايوه الملح لما بيكون نسبته مظبوطه لكن لو زادت العجين بيقطع منك على طول فدي بتساعد كمان ان العجين نفسه في التخمير بيعمل عرق معاك كويس بالذات الملح ايوه طب الاستاذه في المطبخ غايته لا لا لا
يعني اقول لك حبيبي انا شفتي النصيحه يعني الصراحه والتي هي راحه ما عندي معها مشكله. انا المطبخ ممكن في يعني فكره الخلق والتحدي دي بالنسبه لي الحاجه الجاذبه فيه. وطول عمري يعني ما هو حتى لما اقعد مع عم بدر الله يرحمه حسين في المطبخ بكون بتونس بسمع منه قصصه يعني وبقول ارائي لكن انت طبعا شايفه بتكوني تعلمتي حاجات كثيره. أيوة لكن انا متين اضطريت اضطرارا للمطبخ لما مشينا الدراسه في الاردن درست في الاردن وكنا بعيدين وكده. وانا يعني ما حادعي واقول كلامات يعني في زملائي في الاردن بشو ان شاء الله يشوفوا الحلقه دي يعني اذكر انهم بيقولوا لي اني انا طباخه. هي طبعا روح أيوة. بالذات في الدراسه بتخلق جواك أيوة. حاجه حتى لو ما بتعرفيش الممارسه والتجربه بتديكي حاجه ان انت دايما بتحبي تبدعي ودايما بتلاقي في لو حضرتك مثلا قاعده انت واربعه خمسه اصدقاء لازم تلاقي فيهم واحده محترفه في الموضوع ايوه فبيعتمدوا عليها اعتماد كامل في الحاجه دي. انا رايته يعني فعلا بعدينك بحب شنو بقرا الوصفات يعني زمانك طبعا نكون ما كان في جوجل وكده هسي الناس يعني مع العولمه دي جوجل ما قصر مع اي زول وكل وسائل البحث تقول الكلمه تجيك بالشرح وبالمقوله والمهم لكن كان في الكتب فانا بحب اجيب الكتاب واقرا يعني الاساس شنو لكن زي ما هسي انتوا قلتوا في برامجكم ده تكون عندي نكهتي الخاصه ايوه يعني لازم اعمل لي حاجه ما قالوها في الكتاب حاجه كده لازم تكون ليكي لمسه معينه هي دي النكهه الخاصه اللي احنا دايما بنتكلم عليها في البرنامج. طب يا دكتوره احنا طبعا هنا لو لاحظتي حضرتك احنا بنحمر البصله بنخليها لونها ذهبي أيوة. او غامق شويه عشان لما ننزل عليها بالميه بتطلع اللون اللي احنا عاوزينه اللي هو اللون البني الفاتح ده ايوه تمام. طبعا دي درجات الطعم واللون انت بتتحكمي فيها عن طريق البصله دي بالذات ايوه. وبعد كده بنعمل جنبها صوص الصياديه اللي هو عباره عن بصل ثوم ونحط البهارات بتاعتنا بابريكا شطه شمار فلفل اسود كزبره خضراء نحط السمك وحلقات بطاطس لو حبيتي شرايح طماطم برده تضيفي وبعدين نحط كزبره خضراء عليها نخليها تاخد غلوه كده على النار وبعد كده ننزل بيها في الصينيه او الطاجن بتاعتك او ممكن تخليها تستوي زي ما هي مفيش مشكله ايوه تمام ايوه يعني ممكن تدخل جوه الرز وممكن تكون فوقه ممكن أيوة. تخليها جوه وممكن تعمليها لوحدها كده زي ما احنا عملنا النهارده مع بعض تمام. دي طبعا عملنا مع بعض كده البصله بس هنسيبها تستوي شويه ونكون مجهزين ميه سخنه دايما أيوة. بننصح ان احنا نكون غسلين الرز كويس جدا او تكوني نقعه على حسب نوع الرز اللي انت بتستعمليه اي رز عادي اي نوع رز يا دكتور المهم البصله نفسها تطلع اللون الاول بعد كده تنزلي الرز على حسب كميه الرز اللي انت عاملاه بعد كده الميه السخنه اخر حاجه في المعلومه بالذات دايما البصل لما بيتحرق زياده بيمرر شويه فاحنا عاوزين النكهه بيسكر ولا بيمرر لا بيمرر لما لونه بيغمق بيتحرق شويه لونه بيغمق خالص يعني بيبقى اسود شويه يعني اغمق من كده بيبتدي يمرر شويه في الميه فاحنا بنعمل حاجه من الاثنين يا بننشل البصل ده بس بعد ما بناخد اللون بتاعه في الميه يا اما في الاخر طبعا وده مميز حتى لو انت حسبت البصل زي ما هو بتحطي معلقه شمار قبل ما ترفعي الرز بخمس دقائق كده من على النار ايوه الشمار ده بيديك النكهه والطعم اللي انت بتشميها دايما في الرز الصياديه دي الشمار ده ما سهل والله طبعا مميز غير طبعاً غير مقدر لانه هاي احنا هنا في السودان ربطوا لنا بالفول عندنا بس بكلمه الشمار الفول مالوف ايوه الشمار لا احنا عندنا في السودان انه الفول لازم يكون معاه شمار لو ما معاه شمار الفول بتاعك ده ما اي كلام زي ما أيوة. كلامه مؤكد في المحلل يعني في السمك وفي الجداد وفي الفول كان ما في شمار يعني شمار ده الاسم حقيقه المشكله كبيره لكن قاموا هسي لخبطوه كل ما زول يقول شمار الناس تتبسم أيوة. كلها طب يا دكتور احنا هنا كده خلاص حضرتك شايفه لون البصله اوكي نحط بقى الميه السخنه الله يخليك شايفه حضرتك لون البصل عامل ازاي بنديها بقى الميه بتاعتها ايوه شايفه لون الميه مع الغليان بتسيبيها تغلي شويه كده ذهبي تبقى اللون الذهبي على حسب بقى ما انت عاوزاه عاوزاه اغمق افتح من كده الحاجه اللي انت بتحبيها في ناس بتحب تطلع البصل بعد ما بتاخد اللون بتاعه في ناس بتحب تخليه مع الرز بيدي طعم برده حلو جدا حلو تمام كده دكتور احنا عملنا مع بعض الرز والصياديه بعد كده هندخل السمك معاها وهندخلها الفرن في الطاجن ندخلها الفرن طبعا. هنستاذن حضرتك بس نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه انتظرونا
رجعنا لحضراتكم مره ثانيه في برنامجنا وبرنامجكم نكهه خاصه، ونرحب ثاني بالدكتوره مريم. مرحبا بك يا دكتوره، منورانا النهارده في الحلقه والله. الله يخليك. زي ما شفنا مع بعض، طبعا احنا قبل الفاصل عملنا مع بعض البصل وحطينا عليه الميه السخنه، نبتدي نطعم بقى زي ما انت عاوز. ممكن تحط حبهان، ورق لورا، شويه فلفل اسود صغيرين، كزبره، ونحط الملح بتاعنا نظبطه. ورق لورا ده معلش هو نفسه ورق الغار. ورق الغار هو. ايوه بيتقال عليه اللفظين طبعا، لانه طبعا هو ورق من انواع الجبليه اللي لازم. نعم. بنجيبه اساسا ناشف. لا ممتاز. اي طبعا طبعا الطبق بتاعنا بتاع الصيادين اليوم مفيد جدا بالنسبه لكل الفئات، بالذات الناس اللي بيعانوا من خمول في الغده الدرقيه، بيكون مفيد جدا لهم، بيساعد على تنشيط الغده زي ما عارفين انه السمك وحتى الملح اللي هو بيكون فيه كل الحاجات دي. الملح لو هو فيه غني باليود، السمك برضه فيه نسبه من اليود، فالحاجات دي كلها بتساعد الناس اللي عندهم خمول في الغده الدرقيه انهم يظبطوا الغده بتاعتهم. غير كده كمان فيه الاوميجا 3 اللي هو بيساعد على تحسين الذاكره، بيحسن كل وظائف الجسم. الاوميجا فيه من الحاجات المفيدة جدا ومهمة جدا لصحة الإنسان، لكن ما نكتر منه. زي ما قلت لكم أي حاجة إحنا بناخد أكتر من الحد اللي إحنا مفترض ناخده فيها بتأثر لنا عكس. أيوة. نعم. يعني هسه حاليا عندنا الأوميجا 3 هي مفيدة للاستذكار، لكن إذا أخذنا فيها نسبة أكتر بتساعد على النسيان. فيعني دي هنا بتبقى بدل ما هي بتكون بالنسبة لنا حاجة بتساعد، حتكون حاجة مضرة لنا. أيوة. بترجع لنا برجع سلبي. بالمناسبة شيف محمد، في بالنسبة للصياديه دي عموما ربطتها يعني الزعفران، يا ريت لو تاخد فيها زعفران. في زعفران؟ نحط لحضرتك زعفران حاجه. مع انه طبعا هو احنا ما متوفر عندنا، ومع انه يعني هو غالي، لكن حقيقه يعني في الرز عموما في الصياديه بالذات عنده يعني نكهه رائعه. كده مع حضرتك اهو زعفران برضو. يعطيك العافيه. هسي الدكتوره قالت كلام مهم جدا بالنسبه للسمك واليود وكده. ان احنا السودان النيلي ده يعني الناس اللي قاموا قاعدين على طرف النيل كله ما بياكلوا السمك. أيوة. السمك مهم جدا جدا طبعا. هسي عامل مشكله اليود اللي تفضلتي وذكرتيها. أيوة. دي بالذات اهلنا في 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 غرب السودان في دارفور وكده في مشاكل غده كبيره جدا جدا، لانه في مياه عذبه جدا جدا وما فيها املاح، وبالتالي احنا مساله زياده اليود للملح وكده دي مساله مهمه جدا في السودان. لما نجي لناس البحر ساكنين في البحر ديل كمان برضه ما بياكلوا السمك عموما، يعني ما عندنا بيو علاقه شديده كده، ما زي باقي الناس اللي عايشين حول الانهار. بقت المشكله الاكبر يا شيف انت هسه زي ما احنا كنا قبل شويه بنتكلم الغلاء بتاع السمك. يعني انا يعني ما بقدر اقول انا من المحبين للسمك، لكن مؤمنه بانه ضروري اكله، وبالذات ايام الحمل يعني بالذات للحوامل. أيوة. وكده. أيوة. مساله مهمه جدا واولادي عايزه اعلمهم عليه، ولكن حقيقه غالي غالي جدا جدا. ولا تجيب السمك الارخص اللي هو بتتعرض للخناق بتاع الاشواك وكده. البلطي كانت انا برضه شفت لك الحلقه بتاعت أستاذ عوضية. أي والله علقة جميلة مميزة يعطيك العافية. وهي سيدة رائعة يعني، كانت الحوار بيناتكم حلو، لكن قالت حاجة مهمة أنا يمكن تشرح لي. قالت العجل عند الناس نمرة واحد. يعني في السؤال ونحن عندنا نمرة واحد البلطي. فهي كانت بتقصد شنو بالقصة دي؟ نوع السمك نفسه هو يعتبر الناس هنا بتتميز بتحب الحاجة السهلة في الأكل، زي ما حضرتك قلتي السمك بيكون فيه الشوك. أي. فالأفضل بالنسبة لأغلب الناس أو الأطفال عموما، بالنسبة لحضرتك بتقولي في ثقافة بتاعت سمك دخيلة علينا، بس هو موجود السمك لكن بس هو غالي. والسمك كيف يكون غالي والبحر يهوده ما شاء الله متمدد بحرين كمان مع واحد. هو طبعا السمك البحري غير السمك النيلي. نحن بنقول البحر النيل بنقول له بحر، بتقول بحر ابيض وبحر ازرق. موجودين في السودان برضه. لا صحيح طبعا. هي يعني حياه الشريمز الروبيان والشنو بتاع هناك في البحر الاحمر دي كمان هنا الناس ما سمعوا بها كله. هو السمك اللي ماشي جنب رجلين وده ما بياكلوه. استاذه عوضيه كانت بتقصد انه السمك البلطي نمره واحد بالنسبه للسودان لتوفره، يعني لتوفره. لانه هو مشهور هنا. انا افتكرته اطعم. انا افتكرته هو طعم طبعا. هو سمك هو مميز. من ناحيه اطعم انا بحس انه البلطي اطعم نوع تقريبا في السمك، بتحس انه طاعم رغم انه شوكه كثير، لكن في النكهه نكهته احلى. لكن شوكه كثير بدري يعني ماشيه كانك ماشيه في حقل الغام يعني. بتذكر بدري تتكلم وبعدين شفتي فضيحتها شينا. ايوه يعني زول يودوه المستشفى داخل له شوكه بتاعت سمك حاره شديد، يعني يقول الزول ده يعني خينك باكل دي
شويه كده صعبه ثقافيا علينا. انت كان مشيتي مطعم بتاع سمك بيسالوك عايزه تتونسي ولا عايزه تاكلي وتمشي، فاذا انت عايزه تتونسي بدوكي بلطي. كان دايما تونسي ما بدوك بلطي، بدوك بلطي عشان تاكلي بمزاج وتتونسي وتنقيه بمزاج، لكن انت لو عايزه مستعجله دايره تاكلي وتمشي بدوك العجل لانه ما فيه شو كثير. انا لا بالعكس كان دايره اتونس، يعني اكل الحاجه اللي ما بتخليني اتونس، ما اكون قاعده مبحلقه في السمك. ركزي في السمك. السمك الثاني بيتعبك شويه، انت تقعدي تهتمي عشان الشوك ما تاكلي. طيب انت بتحبي السمك ولا اللحمه ولا الفراخ؟ اكثر حاجه بتحبيها شو؟ الفراخ طبعا بلا ريب. الفراخ هي ما مع اللحمه كيف طيب معك؟ والله اللحمه دي انا حتى يعني عندي حلقه منشوره في اليوتيوب انه اخواتي يطلعوني البعاتيه بتاعت البيت، بحيث اني انا باكثر دول فيهم باكل لحم. تاكل لحم؟ واكلت انواع لحم، يعني انا اكلت لحم بقر طبعا زي كل السودانيين، ولحم ضان زي كل السودانيين، واكلت لحم في فتره المعسكرات. كنا فتره عايشين على لحم ابو القدح. تعرف ابو القدح؟ ايوه السلحفاه. ايوه عجالي كده اكثر. واكلنا لحم غزلان ولحم تماسيح، ويعني اي لحم كنت ذاتي بالنسبه لي مغامره، بالذات بعد فتره المعسكرات انه اكله. لكن من اوائل 2014 كده تعرضت لي لتجربه فقدت صديقتي اللي الله يرحمه حسين إله. والمهم الحاجه اللي دخلت فيها يعني قررت اني اوقف اكل الارواح كلها اللي هي اللحم والسمك والفراخ. بعد ذاك حصلت لي كسره في رجلي كان في امريكا، فبقى لازم اكل حاجه بروتين وكذا. أيوة. وكان بديت بالسمك، وهناك عندهم السالمون طبعا احنا هنا ما عندنا او غالي جدا، لكن حقيقه السالمون ده بيتشكر طبعا بيتشكر. والله بيتشكر يعني سمك سمح يعني ما في كلام. المهم فبديت بالسمك، وبعد ذاك عدت للحبيب الاول في البيت. يعني احنا في البيت يعني ابوي واخواني واخواتي الناس كلهم يعني ما بياكلوا لحم، لكن بيحبوا جداد دجنس محبه. يعني احنا بدرجه يعني بدرجه انه هسي يعني تقريبا في عيد الضحيه اللحم ده بيكون ساي يعني مش ساكت ولا، لكن جداد ده يعني الناس عندهم معه. فبقيت هسي يعني من الزمن ده خلاص رجعت ممكن اكل السمك، والسمكه كان لقيت سالمون برا السودان ده بكون سعاده قصوى. لكن حق هنا ده بتكون عشان تعلم الاولاد وعشان يكون يعني بكون بمذاكره كده. ايوه. اما الجداد يا هو الاليف. وبعد ذاك بالنسبه للحم ما باكله الا يعني قطعه لحم من عيد الضحيه لعيد الضحيه، عشان اقول انا ما حرمت محل الله يعني. لكن غير كده ما عندي معه علاقه. ما بتحبيه؟ ما بستسيغه، مش ما بحبه. انا قلت لك في مرحله سابقه قريبه في حياتي. ايوه كنت يعني بالعكس حتى لما يجيبوا لي نوع يعني نوع لحم جديد بكون دايره اشوف الجديد ده شنو، يعني من الدرجه دي كان بالنسبه لي اشبه بمغامره، ما بتهيب منه يعني ولا بنزعج منه. وقلت لك الاخرين كانوا بيفتكروني زي حاجه ما معقوله كده، لانه اي لحم باكله. بس احنا عموما من بدري ما بناكل الامعاءات ولا الحاجات. أيوة. الفيسرا دي اللي هي حاجات العفشه دي كلها ما عندنا معاه كثير. اكبر تحدي لاقاني في حياتي ايام كنت في المعسكرات، يوم تخرجنا من الكليه قالوا يحتفلوا بينا وكذا ويطبخوا خروف، وقالوا انا جزء من القصه اعمل الخروف انا، وانا القصه دي ما عندي معاه، لكن المهم قلت لا بس جزء من الفروسيه وكذا ادخل في الخروف ده. ايوه قالوا دايرين يعملوا الكمونية دي. أنا إلى الآن الإعجاز اللي حصل لي، أنا شفت الناس قدامي بيقلبوا المصران عشان ينظفوا من جوا، أنا قعدت ما يزيد عن 40 دقيقة في محاولة لإيجاد طريقة لقلت هذا المصران. أقول يا إخوانا أي زول، الستات كلهم يا إخوانا، الناس كلهم بيقلبوا المصران، أنا غلبني. في الآخر قلت هو شنو، الله أكبر ولا الحمد مش أكل كر كده، نظفنا كده اتقلب ما اتقلب اكله، لكن يعني اكيد ما كانوا عارفين انه ما اتقلب. هم كده عرفوا كل حاجه ما اتقلب، هم لاقينه في بعض الظروف التي كنا نعيشها وكده، فبالتالي حلت الموقف. بس هاي البركه فيه مصران اللحم، المهم مقلوب ما مقلوب دي قضيه اخرى. كنت معاهم؟ ها؟ لا 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 انا مالكمونيه والحياه زي دي ما. والحاجه الثانيه اتذكرتها بالمناسبه دي، الفيتامينات، حبوب الفيتامينات.
انا دي كنت موضوع يعني مين ما قالوا انه النكهه خاصه وكده قلت نتكلم فيه وبالذات بحضور الدكتوره. في الناس هسي بيحبوا جدا فكره الحبوب الحبوب بتاعت الفيتامينات. المساله دي دايره لها مراجعه حقيقيه. انا ما بقدر اقول الفيتامينات كلها الحبوب دي كلها كعبه, ما بقدر اقول الكلام ده. ايوه, لكن جلها معموله بتركيبات كيماويه عشان يقدروا يصنعوها بكميات كبيره وتكون سعرها يعني في متناول الناس وكده, بتبقى صحيح فيها الفيتامين. مثلا نقول فيتامين ايه مثلا فيها موجود, لكن المركب الكيماوي المحموله عليه عشان تبقى في شكل مشكل وكده بيكون عنده مضار اكثر من الفايده بتاعت الفيتامين. فالحبوب بتاعت الفيتامينات دي حاجه دايره مراجعه حقيقيه يعني بصوره الناس ما بس يبلعوا. وده بيرجعنا ثاني للقيمه بتاعت الغذاء, لانه الفيتامينات دي الغذاء في النهايه. الفيتامينات دي موجوده في الاغذيه صحيح بكميات تركيزها اخف, لكن كمان ما عندها ضرر. ايوه, فدي برضو من الاشياء ان شاء الله دكتوره في حلقات جايه تركزوا عليها, لانه بقينا محتاجين نتكلم عن انواع بالذات البي كومبلكس البي المتعدد فيتامين بي المتعدد. كثير جدا في حبوب له محموله على مواد كيماويه ممكن تكون خطره جدا جدا, ممكن تؤدي لمشاكل ثانيه. يعني بالذات هسه حاليا البي كومبلكس اكثر حاجه بياخذوها بالذات البنات, يقول لك عشان الشعر عشان الاظافر. لكن اي نوع من انواع البي كومبلكس اللي هم بيتناولوه بتلقى انه في مشكله ثانيه بتحصل لهم بسبب انه هم يتناولوها بكميات اكثر من اللازم, او انه فيها مركب ما بينفع معاهم, فبيجي يقول لك انه لا البي كومبلكس هي ما اوكي معي, ما نفعتني او اثرت علي تاثير سلبي. يعني في ناس بياخذوها مثلا عشان الشعر عشان الاظافر, بيلقوا انه في زياده رهيبه في الوزن, وكمان في اللون بتاعهم بقى ماشي على اسود على اسود, هم ما عارفين بالضبط المشكله وين. بتكون في مشكله في انه التركيبه ذاتها بتاعت الحبه هي من الاثار السلبيه بتاعتها انها بتؤدي لزياده في الوزن وسمره في اللون بطريقه ملحوظه. يعني فرق كبير شديد يا دكتوره, وان شاء الله بناتنا كلهم يركزوا لسمرتهم ويتباشروا بها. ان احنا بقت مصيبتنا ما في كلام سمره اللون دي, بقت مشكلتنا في الناس اللي برضه تروحهم ويعملوا المواد الكيماويه تبهدلهم. أيوة فعلا, وتكلف الدوله قروش كثيره جدا 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 في انه يعالجوا مشاكل حقيقيه. وبالمناسبه نحن الموضوع ده يعني انا شايفه في عدد من الناس كان عملوا فيه مبادرات. انا احنا هسي ما خلينا نتكلم, احنا عاوزين نشرح لحضرتك بس احنا عملنا ايه. اشرح لنا. يعني طبعا جبنا قطع السمك زي ما اتفقنا, السمك النوع اللي انت بتحبيه طبعا المتوفر بالنسبه لك. ايوه, هنبتدي نتبله توم شمار شطه خل عصير ليمون شويه كزبره صغيرين, لو حبيتي شويه شطه برضو تضيفيها وتقلبي ده كله, وفي معلقه خردل اللي هو المستردة. ايوه, تضيفيها برضو عليها بتديكي اللون الاصفر, او لو ما عندك ممكن تضيفي معلقه كركم او كاري بتديكي برضو نفس أيوة النتيجه, عشان برضو بتحميكي اكتر وبتديكي نكهه خاصه للسمك كمان. لكن طبعا المسترد ده انا كنت دايره دكتور اتكلم عنه, ولا لانه المسترد ده فعلا جميل يعني جدا طبعا, حتى في نكهته وريحته كمان, نكهته عنده خلطه ما بين الحموضه وخلطه ثانيه كده. تمام, وبعدين طبعا مفيد جدا جدا, يعني مفيد للجسم للجمال هسي كنا نتكلم عنه. ايوه فعلا منقي اللون, ما دايره له عشان كده احنا استعملناه النهارده مع السمك. وعملنا لها فرشه كمان بصل حلقات. أيوة, حبيتي تحطي خضروات فريش مفيش مشكله. وترشي عليها شويه زيت زيتون او زيت عادي وترشيها عليها عشان تبقى برضو رونق السمكه ولون اللامع بتاع السمك يفضل زي ما هو, القشره تحافظ على قوامها زي ما هو. بعد كده ندخلها مع بعض الفرن. طيب طبعا الخردل دكتوره طبعا هو من الحاجات المفيده اللي بيساعد فيه مركب الانتي اوكسيدنت عالي جدا فيه, مضادات الاكسده. ايوه, مضادات الاكسده, بيساعد بالذات في الجهاز الهضمي, بيقينا من الكانسر بتاع الجهاز الهضمي, مفيد جدا لهم. طبعا برضو بيساعد السيدات اللي انقطع منهم الطنف. ايوه, بيساعدهم في تجاوز الاعراض بتاعت المرحله دي. أيوة, ومنع الأرق وكده. يعني فعلا هو مفيد في تصفية البشرة. الجسم والبشرة وكده, ففعلا هو حاجة جميلة شديد. نعم دكتورة. طبعا احنا محضرين لحضرتك النهاردة مجموعة من الخيارات هتظهر لحضرتك على الشاشة, هنشوفها مع بعض وبعدها نعمل مع بعض سلطة الخس اللي وعدنا حضرتك بيه. تمام, نشوف الخيارات. تمام, الأول. أيوة, نشوف مع بعض الخيارات, نخلي الدكتورة تختار الأول. تختاري أربعة؟
سلسة الفواكه؟ اه طبعا. اوكي. نشوف اربعة فيهم شو؟ سلطة الفواكه كانت طلعت دي. ايوه جينا عنا. ايوه سلطة الفواكه دي ده عادل زوجي شايل سراء بنتي الكبيرة وانا واقفة معاهم. دي الكلام ده يكون في سنة يعني سبتمبر اغسطس سنة 98. ده ايام كنت في المعسكرات في شرق السودان في العمل المسلح المقاوم للنظام ده وكده، وكنت بيجي شهر في السنه بلاقيه هناك في القاهره. في القاهره و كانت بنتي قعدت معي سنه اولى، وبعد ذاك حولت على رواح اختي كانت معاه في القاهره، فبقيت بيجي الاقيهم هناك شهر في السنه، وكل سنه كنا بناخذ صوره يعني. فهي فتره بالمناسبه انا يعني سعدت بها شديد، لانه انا عرفت القاهره بطريقة تانية وبعيون تانية عن طريق عادل زوجي، لأنه عنده أهل هناك وأصحاب وكده. ومشيت الأحياء الشعبية ومشيت الأسواق الشعبية اللي هي في عمري كان ما مشيتها قبل كده يعني. وعملنا مغامرات كثيرة جدا في محلات كثيرة جدا، مشيت بورسعيد، مشيت لأهله في بورسعيد وأهله في الإسكندرية غير أهله في القاهرة وكده. فكانت فترة بالنسبة لي حلوة شد فيها. أيوة. تغيرات كتير. أيوة. تأثرت حضرتك بالموضوع. أيوة. طيب صراحة. نشوف مع بعض الأول سلطة الخس ونرجع نكمل مع الدكتورة تاني. نرجع مع بعض مرة تانية عشان نعمل مع بعض دلوقتي سلطة الخس، والمفضلة بالنسبة للدكتورة كمان مريم. أنا عرفت من حضرتك أيوة دي السلطة أيوة المفضلة يعني طوالي تاكليها في المطاعم صح؟ ما في مطعم واحد، أنا قلت ما بجيب اسمه. أنا بحبها شديد فيه بدري يعني، وبحبها خالص وعجباني فيها. فكرة برضو إنه فيها احتفاء بالسمسم. بالسمسم اللي هو نحن السمسم مع كتير. أيوة. نحن من أكبر مصدري وزارعي السمسم في العالم السودان يعني، لكن احنا استعمالنا له محدود طبعا في التجميل مهم زيت السمسم يعني وكده، وبالنسبه للحوامل وكده والطحنيه، لكن غير كده ما متوسعين فيه يعني. وما عندنا احتفاء احنا برضو بنزرع الفول السوداني وكده، لكن بندخله في كثير من اكلنا يعني، داخل غير في السلطات وكده، داخل مثلا في الملحات. أيوة. بالذات اهلنا في دارفور يعني بيعملوه في الملحات وكده، وداخل في الأقاشي يعني في الأكل، في أي شيء بتلقي الفول داخل. السمسم ما عندنا بيعه نفس السمسم حاجة بسيطة يعني، الناس ما أنت عارفة. أنا هسي يعني من الاحتفاء بالسمسم ده والفرح به وكده، السمسم ده معروف في العالم من سنة 1600 قبل الميلاد، يعني المشهور عنه إنه من أقدم التوابل في العالم. من أقدم التوابل في العالم. وأن إحنا من أشهر المصدرين له في العالم، وبيستعملوا الناس في الزينه، وبيستعملوه في اي شيء تزيين الاكل يعني. ايوه. وكعلاج علاج خافض للضغط خافض لل ال دي ال الكوليسترول الضار. أيوة. وبيساعد في رفع الكوليسترول الحميد اللي هو بيحارب الكوليسترول الضار، برضو للناس اللي عندهم اكزيما برضو مفيد جدا. صحيح. السمسم لهم بيساعد في علاج الاكزيما، الناس كل التهابات يعني الجسم شفتي اصلا. ايوه بيساعد يعني. الليله احنا لو لاحظنا عندنا البيبي اول ما يتولد يقول لك جيبي زيت سمسم. ليه؟ البيبي بيكون جسمه مليان قشره، بيساعد في التخلص من القشره، حتى الناس اللي عندهم مشاكل في الشعر. كل الدايات. ايوه ما شاء الله الخطرات يعني في تنظيف هذا السمسم عنده فوائد غنيه جدا. وبرضه يعني احنا عندنا اي خضار اي فاكهه غنيه جدا بالانتي اوكسيدنت، بيساعد في كل الالتهابات يعني، حتى الالتهابات الناس اللي عندهم ما بيقدر يتنفس، الناس اللي عندهم مشكلة بتاعت التهاب، فالحاجة دي حتفيدهم جدا وحيساعدهم في انهم توسع للشعب الهوائية.
انا طبعا عايز اعرف السلطه، يعني انا السلطه دي بحب بلاحه كان شفتيني. طيب احنا بنجيب قطعه الدجاج ونحط عليها معلقه صويا صوص صدور. صدور طبعا بيكون مخليها من الجلد. ايوه. هنحط معاها ثوم، صويا صوص، شويه زيت سمسم، ملح وفلفل، تبلها تتبل معلقه جنزبيل صغيره وتقلبيها كويس جدا بزيت السمسم طبعا. جنزبيل يا وبعد كده تروح حطها ايه تستوي بس تاخد لون صغير، وبعد كده تطبقيها في ورقه فويل او صينيه بتاعتك وتدخليها الفرن تستوي معاكي. ايوه ايوه، يعني بنفس الصوص اللي عملته بتحطها في نفس الصوص في المقلاه تسويها بيها. ايوه. نخليها تستوي كده مع بعض ونطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. رجعنا مع بعض مرة تانية، واحنا بنعمل دلوقتي مع بعض سلطة الخس، والدكتورة مريم طبعا هتكلمينا عنها شوية. احنا طبعا بنحاول نعملها دكتورة هي مع الأصول بتاعتها كده، لكن احنا بنعملها بالحاجة السودانية المتوفرة السودانية اللي موجودة في البلد ونفس القيمة الغذائية وطعم التنوع كمان يا دكتورة. ايوه، هي طبعا الجميل فيها انها برضو بتبقى أكثر من سلطة، يعني سلطة فيها الألياف وفيها الفيتامينات وفيها البروتين كل الحاجات دي. أيوة. لكن بينضاف لها عنصر الجداد، يعني بيبقى بروتين وكده، والطعم اللذيذة بتاع الصوص صويا صوص السمسم زيت السمسم. الشيف هسي قال لي كلام انا شايفاه خدته من الثوم الحي ده، ونحن مع الثوم واهميته وكده الحي ده زول بيتخلع منه لانه عشان الصلاة. أيوة. والريحه وكده، وكذلك البصل. فهو قال لي هسي لما يتحط في معاه الزيت ومعاه الصويا صوص ما في اي بيشيل النكهه بتاعته، بيشيل ريحته. النكهه بتقعد لكن بيشيل الريحه. وفعلا انا غايته اصلي ما شميت ريحه ثوم لما يعني الصويا صوص طبعا طعمها طاغي شويه. أيوة. والزيت زيت السمسم لو حضرتك لاحظتيه برضو طعمه بيطغي على طعم اي حاجه ثانيه. هي ما الطعم، الخوف من الطعم يا حبيبه، الريحه طبعا. الخوف من الريحه. لا لا الصويا صوص بتشيلها طبعا. ايوه، البصل بنحبه جدا، لكن بنعمله كيف عشان الريحه دي؟ بنقطعه شرايح كويس ونعمله بخل، خل مويه، خل وملح، وتخليه ينقع مره وتغير له المويه، وبعد ذاك طبعا بيبقى دبلان طبعا. لكن عشان يرجع بتقوم تبله او تخده في مويه، مويه بس ما في اي شيء، عشان تملاه بالاوزموزيس طبعا ده علوم. ايوه. تملاه وبعد ذاك بيبقى طعمه جميل وكده، لكن الريحه الفظيعه بتقل كثير جدا. طبعا يا دكتور احنا كمان في حته مهمه جدا بنحاول نهتم بيها، لازم المانجا طبعا. هي في ناس طبعا بتحط برتقان، في ناس بتحط هو اساسا الاصول بتاعته اليوسفي المندرين. أيوة. فطبعا ما بيبقاش متوفر، فاحنا بنستغنى عنه، عاوزين طعم الحموضه شويه اللي فيه، فالمانجا اقرب شويه والسكريات والسكريات. جميله شديد، جميله انا فعلا. طيب يلا، بس هي عموما السلطات الالياف الكثيره بيكون عندها مشكله مع الناس اللي بيعانوا من القولون او المتران العصبي، فمفترض انه نسبه الالياف اللي هم بياخذوها تكون محسوبه، لانه ممكن تعمل مشكله او تجيب لك نوبه بتاعه القولون. طبعا زي ما عارفين هي بتكون مؤلمه جدا بالنسبه للمريض اللي بيعاني من القولون، فيا ريت انه النسبه بتاعت الالياف، يعني احنا لما نجي نتناول سلطه ما نخلي كل الاكل بتاعنا عباره عن سلطه، عشان ما ناثر على القولون بتاعنا بطريقه سلبيه. حتى نسبه الدهون ما ناخذ كميه كبيره من الدهون. حاليا السلطه هي مفيده جدا وصحيه جدا، يعني احنا ممكن نتناول منها لكن ما ناخذ منها يعني حجم كبير او ناخذ منها كميه كبيره. ممكن هو طبعا عارف دكتوره قصه المصران العصبي دي في اسمه، هو أيوة. الريتابول باول سيندروم. ايوه، الريتابول الإرتابيليتي متعلقة بحيات كثيرة جدا، عشان كده بتلقي الناس اللي بتعمل لهم مشاكل مرات بتتفاوت من زول لزول، بتختلف. أيوة فعلا. يعني ناس البهارات، ناس مع الزيوت، الزيوت وناس الموز، يعني بيفتكروه زي البعبع كده الموز. في ناس البطيخ ياخذوا يتناول قطعة من البطيخة. نعم. طبعا اليافة كثيرة جدا. أيوة. خلاص موضوع. أيوة. فهي أيوة. عشان كده زول يعرف الحاجة شنو اللي بتضره. أيوة. وفي عموم الناس طبعا دي سلطة صحية جدا جدا ومتوازنة جدا جدا وجميلة خالص، يعني
ما شاء الله الشيف يعني عملها كده بشكل كمان مفرح. يا سلام ما شاء الله. طبعا الاخراج في النهايه. يا سلام لا فعلا ده اخراج رائع قوي. يعطيك العافيه. لسه ما تعمل فيها الصوص بتاعها مش؟ لا عملنا الصوص اللي احنا رشيناه عليها كله. ايوه اوكي تمام. طيب يا دكتوره ونسينا نتكلم عن المكسرات اللي فيها. المكسرات احنا طبعا عملنا فولة اهي عشان دايما بنستقرب الحاجه اللي موجوده والحاجه اللي متوفره ولذيذه. نعم. جدا ومفيده بالنسبه لنا الفول. هي الفول السوداني. نعم صحيح. فدايما احنا بنقول احنا نحط الفول السوداني افضل. نجرشه شويه صغيرين ما يبقاش حب سليم. نجرشه كده بس يكون محمص طعمه حلو. ايوه ترشيه شويه صغيرين عليه ودايما بنحطه في السلطات عموما عشان يكسر معاكي طعم الحموضه اللي حضرتك قلت عليها والسكريات والحاجات دي. وبيديكي قيمه غذائيه عاليه جدا طبعا. نعم نعم صحيح. طبعا الفول السوداني بس الناس اللي بيكون عندهم حساسيه منه او ما بينفع معاهم يكونوا حذرين في تناول الفول السوداني في السلطه. في ناس طبعا بيهيج عليهم او ما يقدر من النوع الحساسيه اللي هي بتؤدي لانه ما يقدروا ياخذوا نفسهم. ايوه ايوه فدي هنا بتكون مشكله. انت عارفه في ناس اشهر حاجه بتعمل حساسيه شنو؟ انا كنت يعني لما صرت بي عشان شنو كنت عايزه اقوله لكن انا لقيت انه انا عندي حساسيه كان عملته يمكن تكون قايمه. انا هي ما طوالي. أيوة. مرات ومرات. اللي هي الاسود. الاسود هاي انا شده ما حساسيه اصيله. انا طول عمري قايله انه الاسود اصله بلسع وبحبه جدا لغايه ما فتره كده مره انفجر انفجار كامل عرفت حالته درسوه لنا في الطب لكن انا ما ظنيت في نفسي انه يكون النوع ده. أيوة. هاي لكن انت ممكن تعالجي روحك اذا انت مثلا اخذتي منه كله فتره حاجه بسيطه تعود الاميون سيستم بتاعك. انا ما عارفه هي بتعمل سيسفايزيشن طبعا ممكن تعمل. أيوة. العكس لكن انا ما اقدر اعرف ليه مرات بتكون هايجه مرات ومرات مرات ببدا اني مثلا اجرب حاجه بسيطه كان بقى اكوله شديده وكده حتى نوع الاسود انت عارفه انه هو بيختلف فانت يمكن الاسود داير انت اخذتيه هو النوع اللي بيأثر معك. في حاجه كده جابوها لنا في الواتساب قالوا الانتاية والذكر وشنو سمعتوا هالكلام ده؟ سمعتوا بها؟ قلت القصه دي اتحرى فيها اكثر لانه الاسود ده محب له وبيخوفني. بيكون المجار ممنوع؟ ايوه ها؟ يا شباب لا ما سمعتوا بعد مره في رساله كده؟ لا والله القاها اجيبها لكم. قالوا النوع الباذنجان نوعان واحد انتاية وواحد فعندما تمشي للسوق ايه ما شفتي البتاعه دي؟ لا ما جابني قال لكم في زون. احنا عاملين لحضرتك طبعا النهارده برضو سلطه فواكه مش كده. ممكن خيرك. نشوف مع بعض المكونات ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مره ثانيه عشان نعمل مع بعض سلطه الفواكه. طبعا يا دكتوره ودايما بنتكلم ان الفواكه مهمه جدا في اي صحيح. بيت حاول دايما نتغدى بس طازجه الفواكه فريش الفريش طبعا. المحفوظات والمعلبات وشنو دي الناس يحاولوا يخطوها. طيب احنا حاليا عندنا خيارات فيها فواكه كثير احنا ما شفنا الباقي الخيارات نفسي نشوف باقي الخيارات. أربعة ثانية جبتوها ليه؟ أعمل رايحة منها. اختاري غيرة. غيرة؟ نمرة واحد ده كيوي يا ناس؟ أيوة كيوي. لا ولا اسمها شنو ديك الثانية؟ أفوكادو. أفوكادو. ده أفوكادو. لا ده أفوكادو أيوة فعلا. خلاص أفوكادو. طيب نشوف واحد. أي واحد. صورة قديمة خالص. بيكون سنة 86. 87 دي في عمان الأردن. أنا وسط قامتين كبار طبعا الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي المعروف والدكتور سعد الدين إبراهيم كان الأمين العام لمنتدى الفكر العربي. ونحن مجلس الأمنة بتاع منتدى الشباب العربي في عمان الأردن. كنت بدرس الطب يعني. أيوة. كنت هناك في منتدى الشباب العربي بعد رحلة يعني كانت التقيت فيها أنا ذاك شباب من كل العالم العربي. كانت فترة جميلة جدا
وبعد ذاك من المجموعه دخلت في مجلس الامنا للمنتدى، ودي من الفترات اللي تحت لي التقي كثير من القمم والقامات الفكريه الاسلاميه والعربيه في الفتره ديك، وفتره بالنسبه لي كانت يعني مفيده جدا. و ما شاء الله طول عمرك من انت صغيره انت ما شاء الله زولا اكتيف وبتخش في مجالات كثير يعني ما شاء الله عليك. والله انا بحب التعرف على الناس، انا بحب الناس. ايوه. والحاجه الثانيه بحب اتعرف على المعلومات، بتعمل لي دهشه لغايه هسه. انا بحب اندهش. اول امبارح كنت بتكلم مع بنتي بقول انا بستغرب فيكم، تقول لي عايزه امشي اقرا مع صحباتي. القرايه دي انا بالنسبه لي يعني، لانه مرات لما اعرف معلومه من طفله لما بمسك راسي من هول الجمال بتاع المعلومه دي يعني. المعرفه والمعلومه وكذا بالنسبه لي حاجه جميله شديد يعني، زي ما بقول خويات بريستيكينج لما توقف نفسي كده. فالفتره ديك يعني مع انه دراسه الطب طبعا دراسه بتتطلب طول الوقت وكده، لكن برضو انا بفتكر يعني الرعايه الخاصه والمتابعه من سمو الامير الحسن يعني الله يديه الصحه والعافيه، وبتمنى له كل الخير وبوصل له التحايا والتهاني بالعام الجديد هو واسرته وكل الاهل في الاردن. كان يعني اهتمامه بي في المرحلة ديك في الإطار ده كانت حاجة مفيدة جدا بالنسبة لي. نعم. طيب دكتورة احنا دلوقتي جهزنا مع بعض سلطة الفواكه اهي، عايزين نغرفها بقى، عاملين لك معاها كمان آيس كريم النهاردة عشان نحليه أكتر. طبعا الآيس كريم ده أنا بحبه، لكن الآيس كريم ده مدمر للصحة يا شيخ، بيعمل لنا اللي احنا عاملين مجهود. ما بنقدر نستغنى عنه عشان الأطفال. والله ما بنستغنى، الكذب حرام. لا طبعا، بالذات الشوكليت آيس كريم أنا بالنسبة لي يعني فتنة. احنا عاملين لك النهارده السروبري، ايه رايك؟ الحمد لله اذا لا فتنة. ما في فتنه. الحمد لله ما عندي مشاكل. احنا نبتدي نغرف مع بعض الايس كريم، لكن نستاذنكم نطلع مع بعض فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. مع بعض مرة تانية وشفنا مع بعض دلوقتي سلطة الفواكه. طبعا يا دكتورة قلنا جميع انواع الفواكه اللي موجودة عندك في البيت ممكن تعمليها بيها. جميل جميل ما شاء الله. بعدين يعني الاسوان دي البجعة دي عملتها صورة جميلة جدا ما شاء الله. طبعا بنهتم جدا يا دكتورة بحتة التزيين التين. عشان الناس انت تكلمت قبل كده عن التين؟ التين كتير التين ده لانه حلو كمان. التين ده لانه هسه بقى عندنا في السودان ما شاء الله يعني مزروع شديد، وبقى يعني سعره جميل. وطبعا التين والزيتون يعني من الحاجات المفيدة جدا اللي احنا بنتمنى. على قول عنبدر الله يرحمه حسين يقول فيه، يقول لي مذكور في القرآن. الشيء المذكور في القرآن ده معناته اعظم حاجة. طبعا التين عنده فوائد غذائية كثيرة جدا، غني جدا بالفيتامينز، وكمان فيه من المينرالز اللي بيحتاج ليها الجسم. بيساعد برضه على الفيتامينات والمواد الفلزية المينرالز. أيوة. دي كلها شنو؟ المعادن. ايوه ففيه يعني حاجات كثيره بتساعد على تجديد خلايا الجسم عموما. يعني ربنا لما قال التين والزيتون، لما تلقي انه في زول بحافظ على تناول التين والزيتون طوال الاسبوع، تكون عندهم يعني سيرفينج سايز او يعني بياخذوا منها نسبه كل يوم، بتلقي انه حتى في تجاعيد البشره، في الامراض اللي بتجي مع التقدم في العمر، بتلقي انه الحاجه دي عندهم. يعني انت بتشوف الزول بتستغرب في عمره، ما بتتوقع انه ده يكون عمره. لانه الحاجه دي يعني بيخش في تجديد خلايا الجسم عموما. فعشان كده بقول لك انه هو مفيد جدا، ومفترض ان الناس تتناوله. طبعا هسه شو ما شاء الله كمان التين الطازج. ايوه، لانه احنا زمان كنا عندنا كان بيجيبوا لنا المجفف. ايوه، طبعا برضو عنده قيمه غذائيه وكده، لكن الطازج ده كمان يعني حاجه ممتازه جدا جدا، لانه فيها فقد الفوائد بتاعته. نعم. انت قبل في البدايه تكلمتي عن انه الفواكه مفترض ان احنا ما تتقطع كثير. صحيح دي. أيوة. كان قبالك تكلمنا في قبال الحلقه. أيوة. انه اهم شيء في سلطه الفواكه انه ما الناس يحشوها صغير. لانه في كثير من الاهل بيعملوا الفواكه وكده، لكن بيعملوا قصه الحش دي. الحش لانه بخلي الفاكهه متعرضه كلها للتبخر. ايوه، والتبخر اغلب الفيتامينات الموجوده في الفاكهه بتكون زايبه في الماء، فلما يتبخر الماء بتطير هي. بتطير هي معه. بيقعد لنا الالياف يعني فيها فايده، لكن الفايده بتقل جدا. فاهم شيء الناس بالنسبه لهم لما يقطعوا الفاكهه يحاولوا يقطعوها بحجم متوسط او كبير.
الكبير ده بس يعني ما قدر ما يزول كبير. احنا عندنا يعني عندنا فواكه كامله لسه في الخيارات احنا ما شفنا، نمشي نشوفها. تمام، انت بتقول فواكه في الخيارات دي كلام لي انا، مش انا مفتكرة. يلا اختاري. طيب انا اخترت 1 و4. عندك 2 و3. معناته 3. 3 نشوف الفراوله فيها شو. حلوه الصوره. الله يعلم ما شايفه. نكبر لها الصوره شويه. انتوا ناسين انا ما لابسه نظارتي وانا. ايوه يا سلام، دي صوره انا اعتز بها كثير جدا جدا. الصوره دي السنه الفاتت، ديسمبر السنه الفاتت، لما كنت مشيت زياره لدوله فلسطين، وهي دوله فلسطين، وزي ما قال الحبيب ابو مازن ان احنا لازم ندعم دوله فلسطين باننا نزورها. لما انت تزور المسجون انت ما زرت السجان ولا عزيت السجان، انت وقفت وازرت المسجون. المهم السنه الفاتت عن طريق السفاره الفلسطينيه هنا، وحي الدكتور سمير سفير فلسطين هنا في السودان يعطيه العافيه، مشينا كان لحضور المؤتمر العام لحركه منظمه التحرير الفلسطينيه، ومن ضمن البرامج مشيت في عدد من مدن الضفه الغربيه. هنا دي زياره كانت لمدينه الخليل، طبعا مدينه الخليل دي ثاني اكبر مدينه في 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 الضفه الغربيه وتاريخها معلوم. هنا ده الدكان ده مواجه طوالي الحرم الابراهيمي، والحرم الابراهيمي ده زي ما عارفين اليهود عاملين فيه عمل كبير جدا جدا. حتى هسي الاذان 10 ايام في ايام السنه ما بيرفع في الحرم الابراهيمي، لانه اليهود ماسكين. ونحن وكنا هناك بنسمع في ترانيمهم، لانه فاصلنا باب مش جدار، فاصلنا باب، يعني زول كان مشى تاو يمكن يشوفهم بيتهوززوا بهوزازهم ده. هناك المدفن بتاع سيدنا ابراهيم والسيده ساره ونبينا اسحاق ويعقوب، وبيقال برضو اسماعيل. لكن المهم محل مهم جدا للمسيحيين وللمسلمين ولليهود. الزول ده قيمته شنو، انا يعني اعتز جدا بانه صورت معاه. محله طوالي مقابل الحرم الابراهيمي، وكل سنه هو بيصنع وبيبيع الخزف. طبعا الخليل مشهوره بصناعه القزاز والخزف وكده، فبيجوا المستوطنين اليهود، وطبعا اشد انواع اليهود تعصبا وتشددا وجرما هم في الخليل، هم في مدينه الخليل، وعايزين يجلوا منا كل العرب وكل المسلمين، فبيجوا يكسروا له الخزف بتاعه. فانا مشيت يعني عشان يعني اشد من ازره واحييه واهنيه واشتري منه يعني كنوع من الدعم. ويعني لما سمعت قصته عارضين له من كم سنه انه يبيع الدكان الدكاكين اللي شايفينه في الصوره ده ب 20 مليون دولار وهو رافض. يعني ففي مقاومه من نوع عجيب من اهلنا الفلسطينيين. ان احنا لو ما مشينا شفناه بعيوننا وشفنا شكل الجدار الفاصل وشكل البطوله في التنفس، يعني زول يكون مجرد انه بيتنفس هو بطل او بطله. ده حاصل هسي يوميا في 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 الضفه الغربيه وفي غزه، والناس ما عارفين القصه لانه ما بيمشوا وعايزين يقولوا ان احنا اسرائيل دي دوله مصير الفناء وكده، لكن ان احنا لازم نآزر اهلنا. ومن هنا بنحييهم، وبفتكر انه يعني الصلح التامه مؤخرا بين اهلنا في منظمه التحرير وفي حماس دي مبعث امل لنا كلنا، وان شاء الله يعني يتواصل لغايه ما تحرر كل فلسطين، وبالتاكيد العاصمه القدس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب كمان عندنا خيار الاخير. الاخير دي شنو؟ عندها نمره 2. خلاص هم يعملوه بس ما حاقول غير. ايوه ده معلوم، ده لمس القصه عندنا. لمس القصه ده الزوج بهنا اللي هو عادل شريف، ودي انا. في خلفيتنا في ابوي وعمي شريف. لمس القصه ده بعد العقد، في يوم العقد ذاته الناس بفرشوا لهم في الواطه، بقبلوا القبله، والعريس بيخوت يده في جبهه او قصه العروس وبتقرا ياسين، او بيقراه هو ذاته او بيقراه زول، يعني لكن في الغالب العريس هو اللي بيقراه ذاته. وبتكون بعد العقد، بنسميها لمس القصه. لمس القصه دي حاجه حلوه شديده، يعني اول مره اعرفها.
جميلة شديدة إن شاء الله. أنا وعدت نهال بهناك برضه هتعمل لها لمسه قصه؟ لازم يوم خلاص يعني هاي الاثنين في يوم واحد. طيب ما شاء الله شيف محمد حاجات جميله وريحتها تنبي عنا يعني. اهم حاجه دكتوره احنا بنحب اللمسه الاخيره دايما في اكلتك حتى في البيت بنراعي ان دايما اعزائنا المشاهدين يكونوا مهتمين بالحاجه دي. هو ده الاخراج الاخير اللي بيديك الايحاء ان الناس تبتدي. اول حاجه طبعا النكهه اللي هي لازم تشم الريحه وانت داخله. بعد كده المنظر العام هو اللي بيفتح الشهيه اكتر. كده يا دكتوره خلاص كده فضل لنا العصير. ما العصير اخر حاجه بقى هنعمله عصير الليمون بالنعناع. يا سلام. نشوف مع بعض مكونات العصير ونرجع مع بعض مره ثانيه. رجعنا مع بعض مرة تانية عشان نعمل مع بعض دلوقتي عصير الليمون بالنعناع. طبعا يا دكتورة أيوة. في ناس بتحب تخلي القشر أيوة وفي ناس وبعدين تصفيه وفي ناس بتحب تخليه زي ما هو بتشربه زي ما هو. طبعا هو مفيد جدا بس طبعا الناس بتحب تخفه شوية. أيوة وطبعا ما محتمل هو البذر اللي بيعمل مرارة شديدة مش؟ لا أهم حاجة البذر في أي عصير يا دكتورة في البرتقال في الجريب في الليمون تشيل البذر بتاعه بره. أيوة مو شديد ده لازم. أيوة البذر بيكون طعمه بتمرر العصير يعني زي ما بقدر استمتع به. واما حاليا احنا عصيرنا الليمون بالنعناع. اصلا النعناع زي ما قلت لكم من الحاجات المفيده جدا ومهدئه جدا للناس اللي عندهم حصاوي في المراره مفيد جدا لهم وبرضه بيعمل ريلاكسيشن عموما او استرخاء للناس اللي عندهم مشكله في الجهاز الهضمي ممكن يتناولوا النعناع حتى بالنسبه للناس اللي عندهم ازمه برضه مفيد جدا وبيساعدهم على توسيع الشعب الهوائيه وبيساعدهم انهم هم يقدروا يرجعوا يتنفسوا بطريقه صحيه اكثر بطريقه سليمه اكثر. ايوه انا هسي قلت للشيف محمد يعمل لنا النعناع بالعسل عشان يزيد قيمته. أيوة. وطبعا الليمون ده يعني على ولا هنا المصريين ذاته لما زول يتوتر كده يقول له نجيب لك عصير ليمون طوال يعني زي في شكل حبه مهدئه كده فمشهور بالتهدئه ومشهور بالليمون بالنعناع او شاي بالنعناع الاثنين بيذكروه. لا برضه الليمون عاد الليمون ده من غير نعناع لكن الليمون طبعا غير ما انه غني جدا بفيتامين سي وغير ما انه لو اتعلمنا ان احنا عندنا عاده صحيه بطاله جدا جدا حقيقه يعني ودي من اهم الاشياء لو في طريقه نجتهد فيها نغيرها اننا بنشرب الشاي بعد الاكل. الشاي عنده فوائده والشاي عنده جماله ما في زول ضد الشاي لكن الشاي بعد الاكل يخلي الحديد كله يروح يوقف الامتصاص العكس تماما لو نشرب عصير ليمون او كركديه طبعا لانه فيه فيتامين سي وكامل الجوافه برضه حاجات غنيه بفيتامين سي الاثنين اهم ليه الجوافه فيها فيتامين سي صحيح لكن الحموضه بتاع الديل بيخليهم قيمتهم قيمتهم اعلى، الجوافه مشكلتها الثانيه انها ثقيله. بعد الاكل صعب الزول ياكلها ما زي الكركديه فالليمون بعد الاكل ممتاز بيخلينا يعني نمتص جسمنا يمتص كل الحديد. وطبعا الليمون للجمال للتخسيس مهم هسه بالذات الليله كتر خير الشيف عملوا لنا بالعسل طبعا اهم طبعا عسل نحل ياهو. طبعا في ناس زي ما اتفقنا بتحب تصفيه مفيش مشكله ممكن تصفيه زي بالحاجه اللي انت بتحبيها تاخد الطعم بس. ايوه وفي ناس طبعا بتستفاد الطعم والخضار بتاع الورق النعناع والليمون. أيوة. نفسه بتبتدي تستفاد منه اكتر. ايوه 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 فكره والله انا ما جربتها لكن فكره جميله تستحق المحاوله. طبعا الليله السفره بتاعتنا اليوم معموله على شرفك انت وعلى انه احنا فخورين جدا انك انت معانا هنا في البرنامج ونكهتنا الخاصه انت الليله. انا الاكثر والله. اتمنى تكون اطباق خفيفه على زي ما حضرتك تمنيتيها طبعا وتعلمتي معانا حاجه بسيطه. نعم لان حضرتك ذو خبره طبعا قلت ايام الداخليات والحاجات دي فكانت لا لكن والله كتر خيرك يا حبيبي انا ما اقدر اوفيك شكرك انك علمتني السلطه الجميله البهاجريه دي
ثاني ما حتهاجري لا حتكون لا 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 بهاجر لا انا بهي يعني ما 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 بحرمهم يعني ما بقدر اقول هم ما اصحاب فضل في التعريف الله يخليك تسلمي نتمنى ان شاء الله تكون حلقه النهارده مميزه ونكهه خاصه وحاجات جميله وخفيفه على قلوبكم مع دكتوره مريم الصادق المهدي كانت ضيفه عزيزه جدا على قلوبنا النهارده ضيفه مفضله فعلا كل حاجه لو لاحظتوا كمان كان ليها نكهه وليها تعليق عليها لازم تكون مميزه بالنسبه لها وبالنسبه لنا الله يبارك فيك وانا كتر سعاده يعني نحن يعني بعد بكره بنحتفل بذكرى ال62 لعيد يعني رفع علمنا الاستقلال اعلانه تم يوم 19/12 لكن ذكرى رفع العلم وكل سنه والجميع بخير عام سعيد ان شاء الله عام 2018 يكون عام استقرار وسلام وامان ورخاء لاهلنا في عموم السودان في كل السودان جوا وبرا وكل اهلنا في العالم الاسلامي والعالم العربي والقاره الافريقيه ان شاء الله يعني بيناتنا دائما كله خير وكله تعاون دائما وكله اعياد ان شاء الله طبعا احنا ختمنا بها 2017 وحنفتتح بها وكانت افتتاحيه برضه ل 2018 وان شاء الله حتكون افتتاحيه خير زي ما انت اللي كنت واش خير عليك الله يبارك فيك يا حبيبي سعيده كثير شكرا لك الاحباب خلف الكاميرا والاحباب جوا هناك في المراقبه وكلكم ان شاء الله يديكم الف مرادكم انتوا واللي بتحبوهم الله يسعدكم ان شاء الله اللهم امين وزي ما تعودنا في نهايه كل حلقه بنقول لحضراتكم في امان الله في امان الله